كان لطيف معايا في الأول وكريم معايا، ما قصرش في أي حاجة. حاول يلطف الجو بيني وبين بسنت عشان الدنيا تمشي. الحاجة الوحيدة اللي كدبت عليه فيها ما حافظتش على عهدي معاه، هي عيلتي. ما كانش ينفع أسيبهم في الظروف اللي أنت شايفها دي. زي ما رعيت ربنا فيه، رعيت ربنا في أهلي. لحد كده وعداك العيب؟ هو لحد كده فعلا وبس. بس بعد رجوعي من بره ودخولي الفيلا حصلت مشاكل كتير قوي مع بسنت. كانت دايما بتحسسني انها ست البيت، تقعد تلقح عليا بالكلام عن فرق السن اللي بيني وبين ابوها، وانها انا بنت ناس، ان انا شكل ما يديش ان انا متأصلة زي عيلة امها. كل يوم كان بيعدي عليا في البيت بحس انها ببعد عن سالم، وان السجن اللي انقذني منه تمنه غالي قوي. انا برضو تقريبا كنت عايشه في سجن كل يوم. كل العز اللي انت فيه ده وبتسميه سجن؟ لما تحس نفسك صغير قوي تتشتم تتهزق وتتضرب، ده مش شغالين، مش قادر تقول حاجه، ده تسميه ايه؟ عشان كده عملت فيلم الخطف انت واخوكي. بعد الانفلات الامني اللي حصل في البلد وحوادث الخطف اللي كنا بنسمع عنها كل يوم، واحساسي ان وجودي في البيت بقى على كف عفريت، فكرت فكره كده. كلمت علي اخويا، خليته يكلم فوزي ابن عمي، بيعملوا ان هم خطفوا واجيا، ونطلب فديه 10 مليون جنيه اامن بيهم مستقبلي انا وابني، عشان لو بسنت غدرت بيا وخالد سالم يغدر بيا في يوم من الايام. وانا جيت انقذتك وبوظت كل حاجه. هتصدقني لو قلت لك اني بحمد ربنا ان ده حصل؟ تحمدي ربنا؟ تحمدي ربنا ان انا ضيعت منك 10 مليون جنيه؟ طب حطي نفسك مكاني وعقليها ازاي؟ انا حكيت لك حاجات انت لو قلتها هتعرف قد ايه انا كنت صريحه معاك، ما خبيتش عنك اي حاجه. حتى لو اللي انا قلته لك ده هيغير نظرتك فيا. فكره الخطف دي جت لي في لحظه ياس، مش تضحك عليا فيها، حسست ان انا في يوم من الايام هخرج من البيت ده وانا خسرانه شبابي وصحتي في خدمه راجل اكبر من ابويا، على اساس ان هما من طينه واحنا من طينه تانيه. بدي اللي انا عملت حسابه حصل، جايز جدا كنت سالم كتب كل فلوسه باسم بسنت يوم جوازتها، وابقى طلعت من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا. ايوه بس انت عندك وجيه والضنا غالي زي ما بيقولوا. تفتكر واحدة زي عيلتها كده ظهرهم للحيط تقدر تقول بم لو سالم الجرح اللي بكل جبروته طردها وخد ابنها ورماها بره؟ دكتور جاي. انا جوه. عن اذنك اخش اشوف بابا. خدي وقتك. ها ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام يا ريس. فتح عينيك كويس. هاي. هلو. هاي. هاي سايزا. ازيك يا سليمان؟ باشا عامل ايه؟ انا تمام. أنا بكلم سالم بيه من الصبح، قافل تليفونه ليه؟ في حاجة ولا إيه؟ ما هو طلع البحر عشان المصلحة بتاعت حسونة. وأنت عارف بقى لما بيطلع البحر بيقفل كل تليفوناته علشان محدش يقدر يقطره ويعرف هو مسافر في أي بلد. طب وبعدين؟ ده أنا عندي عملية كبيرة قوي فيها غلة بالهبل، بس مصاريفها ياما. ما عندكش حل بقى غير إنك تستنى لما يرجع. طب ما قالكش هيقعد قد ايه المرة دي؟ يعني يومين تلاتة بالكتير. الكلام ده على ضمانتك يا سليمان؟ واضح ان المسألة مستعجلة قوي. عموما لو كلمني انا هفهمه الليلة كلها واطمنك على طول. وانا استنى تليفونك. سلام. منورين يا معلمين.
أنا عايزكم تطمنوا على آخر الأسبوع فلوسكم كلها هتكون جاهزة بإذن الله. يا معلم أبو العز لو عندك مشكلة إحنا ممكن نشوف لك شريك. ولا شريك ولا فريك يا قرش، قدها وقدود وأشيل أي عملية لوحدي. كلامك مظبوط يا سيدي الناس، على البركة إن شاء الله. بضاعتكم هتوصل إمتى؟ طمنيني الدكتور قال لك ايه؟ هيعمل لها العمليه اول ما يظبط لها الضغط والسكر. يا مسهل يا رب. مالك؟ خايفه من اللي جاي. سالم لا قدر الله لو جرى له حاجه بس انت هترميني انا وابني في الشارع. تعرف انا دخلت المكتب امبارح قعدت ادور على الاوراق من وراه اللي كاتب فيها كل حاجه باسم بسنت بس ما لقيتهاش. أكيد حطيتها في الخزنة. معاكي نسخة من المفاتيح؟ لا المفاتيح ولا الأرقام. تفتكري سالم الجارح اتجوزك ليه؟ علشان أجيب له الولد. طب ما هو عنده بس. سالم عايز ولد عشان يشيل اسمه. أنت عارف إن هو قال لي لو المولود جه بنت أنزله. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتيني. قلت اجي اشوفك. القلوب عند بعضها؟ تشربي ايه؟ ولا أي حاجة. جاية أطمن عليكي وأمشي على طول، مش عايزة أعطلك. لا لا عطلة ولا حاجة. أخبارك ايه؟ كويسة جدا والحمد لله. الشغل عامل معاكي ايه؟ يعني هو لسه بنشم نفسنا. نسبة الإشغال ماشية واحدة واحدة زي السلحفاة. بس الحمد لله كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. أهو البلد كلها ماشية زي السلحفاة. قولي لي بقى. أخبار فنجالي معاكي إيه؟ أهو أديني قاعدة مستنية ومجهزة الفستان. تتريقي؟ طب هتشوفي. مش هتعدي عليكي السنة دي إلا وأنتي لابسة أبيض في أبيض زي ما قلت لك. دي حاجة السلطة. إيه يعني واحد غير اللي هاكلها؟ بلاش دلع خليني أكمل. طب آخد واحدة كمان. يا أخي هات، هو اليوم اللي تقعده أجازة يجي على دماغي؟ سلامة دماغك. قولي لأمك عاملة إيه؟ ما خرجتش من أوضتها من صباحية ربنا. غريبة يعني، تاني يوم ليها في الأوضة، معتصمة دي ولا إيه؟ وأنا عارفة لها بقى. يا رب تكون عيلة، يا رب وقالتك في خير شر ونخلص.